مدار الساعة. مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا سي بي سي اكسترا، واهلا بحضراتكم معانا وحلقه جديده واخبار جديده وتصريحات جديده في اكسترا تايم، البرنامج الرياضي اليومي على شاشه سي بي سي اكسترا. صفحه البرنامج على الفيسبوك لو ليكم تعليق ملحوظه او حابين تجاوبونا على سؤال الحلقه واللي دايما بنطرحه قبل بدايه الحلقه، خلوني في الاول اعرفكم على صفحه البرنامج وهي اكسترا تايم زي ما هي ظاهره واضحه امام حضراتكم، ومن خلالها دايما بنطرح سؤال وبنحتاج اجابات حضراتكم عليه واراء حضراتكم على السؤال. وسؤال حلقتنا النهارده متعلق بمركز هام جدا داخل النادي الاهلي، هو مركز حراسه المرمى، واللي موجود فيه حتى الان شريف اكرامي واحمد عادل عبد المنعم وايضا بالاضافه لمسعد عوض. سؤالنا النهارده، هل يحتاج النادي الاهلي التعاقد مع حارس مرمى جديد بدايه من الموسم المقبل؟ محتاج تعليقات حضراتكم على السؤال ده من خلال صفحتنا على الفيسبوك. أخبارنا الحصرية مستمرة يوميا، والنهاردة معانا خبر حصري متعلق بمنتخب مصر واللي عنده لقاء هام أمام منتخب زامبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2017، ومعسكر منتخب مصر السابق أمام المنتخب النيجيري حصلت مشادة كده ما بين أحد مدربين المنتخب المصري وأحد اللاعبين القدامى. تعالوا مع بعض نتعرف إيه الخبر الحصري اللي معانا النهاردة، واتهام لأسامة نبيه بإثارة الفتنة بمحاولة استبعاد حسام غالي من المنتخب. وعلم اكسترا تايم بان جواز سفر كابتن حسام غالي ليس من ضمن الجوازات المقدمه لتاشيره تنزانيا، وذلك لمشكله سابقه حدثت بينه وبين كابتن اسامه نبيه مدرب عام منتخب مصر وبين كابتن المنتخب حسام غالي في معسكر مباراه نيجيريا الاخيره، بعدما اشتكى غالي مباشره لهكتور كوبر من اسلوب نبيه مع لاعبه النادي الاهلي، مما يثير الفتنه بين لاعبه الناديين. مرحبا بحضراتكم مره تانية، وسريعا هنروح ونشوف اهم وابرز اخبارنا المحليه. والنهارده كان في لقاءين في الدوري المصري الممتاز لكره القدم، مباراه مؤجله من الاسبوع الرابع والعشرين وايضا من الاسبوع التاسع والعشرين، هنشوف مع حضراتكم نتائج هاتين المباريتين واللي انتهت قبل ظهور اكسترا تايم. واللقاء الاول كان ما بين النادي وادي دجله ونادي اسوان، وفوز نادي وادي دجله بهدف للا شيء ويستمر في المركز الثالث، وسلسله من النتائج الايجابيه. وايضا نادي الزمالك بيفوز على الاتحاد السكندري في الاسكندريه بنتيجه 0-0. هنروح نشوف مع حضراتكم اهداف المباريتين، وهنبتدي باللقاء الاول، لقاء نادي الزمالك واللي بيقدم نتائج طيبه حتى الان مع مديره الفني الجديد مع كابتن محمد حلمي، وخامس فوز على التوالي بداها امام حرس الحدود ثم الجيش غزل المحله بتروجيت واخيرا امام الاتحاد السكندري، والزمالك يفوز على الاتحاد بهدف نظيف بالدوري. وانتهت مباراه زعيم الثغر مع الزمالك بهدف دون رد احرزه ابراهيم عبد الخالق في الدقيقه 11 من تمريره عرضيه من محمد عادل جمعه الظهير الايسر. بهذه النتيجه رفع الزمالك رصيده للنقطه 57 في المركز الثاني للدوري الممتاز، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطه 32 في المركز ال13.
هنروح للخبر التالي، وايضا كان في لقاء في الاسبوع 29، لقاء وادي دجله ونادي اسوان ووادي دجله تحت قياده كالتيرون، بيقدم ايضا نتائج اكثر من رائعه، ومحتل هو الان المركز الثالث بثبات، وايضا عصام الحضري للمباراه ال 16 بيحافظ على نظافه شباكه. وادي دجله بيواصل انتصاراته في الدوري ويفوز على اسوان بهدف نظيف، وحقق فريق وادي دجله فوز صعب على ضيفه اسوان بهدف دون رد، واحرز هدف وادي دجله والمباراه الوحيد اللاعب محمد شريف في الدقيقه 18 من زمن الشوط الثاني بتسديده متقنه بقدمه اليمنى من داخل منطقه جزاء اسوان. الفوز رفع رصيد وادي دجله ل 49 نقطه محافظا على المركز الثالث لجدول الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد اسوان عند 31 نقطه في المركز ال 15. معايا على الهاتف كابتن احمد حموده مدرب عام نادي وادي دجله. كابتن احمد مساء الخير ومبروك. مساء النور كابتن فايز، والله يبارك في حضرتك. كابتن احمد، واضح كده ان انا وشي حلو على وادي دجله، كل ما تخش معايا مداخله تليفونيه بيكون وادي دجله كسبان المباراه. الحمد لله، طبعا وشك حلو زي الفل علينا، وربنا يكرم ان شاء الله يبقى على طول كده باذن الله. كابتن احمد، يعني فوز ايضا هام قبل نهايه الدوري، خلاص احنا في المراحل الاخيره او الاسابيع الاخيره للدوري المصري الممتاز، وادي دجله بيثبت رجله. اكتر في المركز الثالث. الحمد لله، طبعا احنا ماشيين الحمد لله بقالنا فتره في الشكل دوت، يمكن اللاعبين بتاع 16 17 مباراه، الشباك عندنا نظيفه الحمد لله، بقالنا بالظبط كده الدور يعني من 16 مباراه او 17 مباراه، احنا يعتبر الثاني على الدوري في تجميع النقط، يعني واخدين دلوقتي النهارده يعتبر 37 بونت في 17 مباراه، فحاجه كويسه جدا بالنسبه لنا وبالنسبه للعيبه وبالنسبه للنادي يعني. بسم الله ما شاء الله، يعني كابتن احمد 10 مباريات تقريبا نتيجه ايجابيه، ما فيش هزيمه، ما بين تعادل وايجابي، وايضا كابتن عصام الحضري 16 مباراه بيحافظ على نظافه شباكه، واضح ان في شغل بيتعمل داخل نادي وادي دجله خصوصا للموسم القادم والبطولات الافريقيه. طبعا الحمد لله، احنا انت محاورك عارف طبعا عندنا منظومه كويسه وقياده باشمهندس ماجد، عايز اقول ان الحمد لله انا مش عايز طبعا كابتن محمد اللي كان ماسك في بدايه الموسم، راجل مدرب كويس وطبعا مدرب من المدربين الكبار اللي في مصر، انما النتائج ما كانتش بتعيب في الفتره اللي فاتت، الحمد لله من ساعه ما الراجل الكارتلون لما مسك معانا بقى لنا زي ما حضرتك قلت كده، يمكن عصام الحضري بقى له 16 مباراه ما بيدخلش فيه، الحمد لله شباكه نظيفه يعني. احنا مجمعين يعتبر زي ما قلت حضرتك بعد النادي الاهلي على طول، احنا اكتر فرقه في الدوري مجمعه نقط، فان شاء الله باذن الله نستمر لسه 5 اسابيع في الدوري، مش عايزين نريح على ان احنا في المركز الثالث ونقف على كده، لسه في 15 بونت موجودين، لسه نقدر ان شاء الله احنا نحقق مركز كويس ان شاء الله ونستمر على المركز الثالث ان شاء الله. كابتن احمد، اخر سؤال، تعاقب المباريات المتتاليه ورا بعض مش عامل لكم اي مشكله؟ والله عامل مشكله، احنا عندنا النهارده 8 غيابات يعني لما نحسب النهارده عندنا 8 غيابات، عندنا دودو، عندنا مالوده، عندنا كريم مسعد، سيد سالم، كل اللعيبه يمكن وهيثم عامل اصابه، وكل الناس وتامر محب، فالحمد لله ان احنا عندنا بدائل كويسه، عندنا لعيبه كويسه صغيره السن بتقدر تعوض الغياب دوت، يمكن النهارده محمد شريف من اللعيبه الصغيره الموجوده في الناشئين عندنا النهارده مقدم مباراه بشكل كويس، وقبل كده برده كان عامل مباريات كويسه، والنهارده يمكن هو اللي احرز الهدف بتاعنا في الدقيقه 11 من الشوط الثاني يعني، فالحمد لله ان احنا عندنا صف ثاني بنقدر نعوض بيه الغيابات اللي بتبقى موجوده، طبعا زي ما حضرتك بتقول كل 3 ايام وكل 4 ايام مباراه، فطبعا صعب على اي فرقه في الدوري، النهارده احنا بنلعب في جو صعب جدا، درجه الحراره كانت عاليه كمان بالظبط، بنلعب الساعه 4:30 طبعا صعب جدا جدا على اي لعيب يعني، فالحمد لله ان اللعيبه قدت بشكل كويس ونتيجه ايجابيه بالنسبه لنا يعني. مبروك يا كابتن احمد الفوز النهارده، ونتمنى لكم طبعا التوفيق وتقدموا كوره جميله تمتع جماهير الكره المصريه. الله يبارك في حضرتك، اشكرك كابتن احمد، متشكر لحضرتك، متشكر لحضرتك. هنروح لاتصال اخر، ومعايا كابتن مجدي عبد العاطي مدرب عام نادي الاتحاد السكندري، وعلى الرغم من اداء جميل جدا اشاد به كل محللين ومتابعي الكره المصريه بنادي الاتحاد السكندري، ولكن مش دايما كره القدم بتعطي لمن يعطيها. كابتن مجدي مساء الخير. مساء
خير يا كابتن مجدي. هارد لك يا كابتن مجدي النهارده، اديته بشكل طيب جدا، ولكن للاسف نادي الزمالك هو من فاز في الاخر. يا الحمد لله زي ما حضرتك قلت، احيانا انت بتبقى مادي بشكل كويس جدا، النتيجه بتيجي عكس سير المباراه يعني. الحمد لله النهارده اللعيبه فعلا ادت مباراه كويسه جدا، في مجهود بدني معمول على مدار الشوطين، في فرص ضايعه برضه على مدار الشوطين، لكن النتيجه وهي دي الاهم اللي احنا خرجنا خسرين 1-0 يعني. لكن بقول الحمد لله يعني ما اقدرش اعقب او ارمي فوق الخساره على 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 سبب معين، لكن احنا جه فينا هدف مبكر جدا وما قدرناش نعوضه، كان في فرص بالنسبه لنا ما قدرناش نتعامل معاها بشكل افضل يعني، لكن بقول الحمد لله مبروك نادي الزمالك وهارد لك. كابتن مجدي خليني اسالك، يعني هزمتين متتاليتين بتروجيت المباراه اللي فاتت والنهارده امام نادي الزمالك، ممكن ده ياثر على لعيبه نادي الاتحاد وخصوصا انكم ابتديتوا بدايه قويه جدا؟ لا انا مش شايف انه في له تاثير يعني، الخساره وارده، لكن في توفيق بالنسبه لنا في البدايه، قدرنا نفوز 5 مباريات 3 دوري و2 كاس، لكن مأهلين اللعيبه ومتكلمين ان احنا ما فيش فرقه بتفضل تكسب على طول. تعادلنا مباراه غزل المحله، هو ده المباراه اللي انا الجهاز كله زعل عليها، تمام، مباراه على ارضنا ومع فرقه المفروض ان هي ضربه الجزاء اللي كانت في الدقيقه 90 كمان يا كابتن مجدي، غير ضربه الجزاء كمان يعني برضو فرقه غزل المحله ما فيش حاجه يعني، ما فيش حاجه تبكي عليها في الدوري السنه دي، عوضت بشكل يعني، فكان 3 بوينت كان بالنسبه لنا هيفرقوا معانا كتير جدا. بدايه الدروم بتاع غزل المحله وبعدها كمان خرجنا بخسائر اكبر، وهي طرد لبازوكا والموقف بتاع اوباما عملت لنا شويه مشاكل فرقه في المباراه اللي بعدها مع بتروجيت. كمان بتروجيت برضو حصل لنا ظروف خارجه عن ارادتنا، خط الدار كله ما كانش موجود، وطرد برضو اللي احمد ناصر. فبقول الحمد لله يعني وارد جدا ان احنا نخسر مباراه بتروجيت، وارد ان تخسر مباراه من فريق بطل زي نادي الزمالك، لكن تقييمك انت للاداء وتقييمك للخساره بيبقى عامل ازاي؟ كابتن مجدي خلينا اسالك اخر سؤال متعلق بيوسف اوباما، يعني يوسف اوباما راح النهارده اكتر من مره على المرمى ولكن غاب عنه التوفيق، وكان في بعض الاقلام وبعض الاراء بتقول ان هو ما كانش يتم الدفع بيوسف اوباما وخصوصا ان هو معار من نادي الزمالك. يعني هل انت متخيل انه ممكن حتى لو معار من اي من ريال مدريد وجات فرصه ان هو يسجل هدف هيطلعها بره؟ هيقدر يضيعها يعني؟ ما فيش انسان عاقل يقدر يتخيل الموقف ده يعني. يعني بعتب على الناس اللي بتلوم لعيب زي يوسف اوباما هو في السن الصغير ده ان هو يبقى تفكيره بالشكل ده، احنا لازم يبقى تفكيرنا والكلام اللي بنتكلمه يبقى يعقل من الناس الاقلام اللي حضرتك زي بتقول عليها اقلام كبيره، تمام، ان احنا بنربي النشء بتاعنا ونربي الاجيال اللي صاعده على كره قدم وعلى احتراف وعلى شرف وعلى اداب مهنيه واحترافيه. المفروض الكلام ده يتلغي خالص من المناخ الكروي، ويبقى فيه كلام اكبر من كده وكلام يعني يحترق العقليات تحترمه بشكل اكبر من كده. كابتن مجدي عبد العاطي مدرب عام نادي الاتحاد السكندري، اشكرك شكرا جزيلا وتوضيحك لبعض الامور، وهارد لك الهزيمه اليوم امام نادي الزمالك. هنروح نشوف مع حضراتكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريتين اليوم، سواء المباراة المؤجلة لنادي الزمالك من الأسبوع 24 أو مباراة نادي وادي دجلة واللي اتلعبت النهاردة ضمن مباريات الأسبوع 29، ويظل حتى الآن النادي الأهلي على صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة، الزمالك رفع رصيده ل 57 نقطة، ولكن لاعب مباراة زيادة عن نادي الزمالك وادي دجلة لاعب مبارياته كلها 29 مباراة ب 49 نقطة، الإسماعيلي 45، سموحة الخامس ب 44 وأيضا بنفس الرصيد، الداخلية 44 42 بيشارك في هذه النقاط مصر المقاصة ونادي المصري، والانتاج الحربي في المركز التاسع ب 39 نقطة. بتروجيت العاشر 38 35، طلائع الجيش المركز ال 11، امبي ال 12 33، 32 الاتحاد السكندري بعد هزيمة اليوم، 31 المقاولون العرب واسوان في المركز الرابع عشر والخامس عشر، الشرطة غزل المحلة حرس الحدود ال 16 وال 17 وال 18 برصيد 19 و 10 نقاط و 9 نقاط. بكرة إن شاء الله في لقاء وحيد في الأسبوع 29، لقاء النادي الأهلي على استاد برج العرب أمام الإنتاج الحربي بقيادة كابتن شوقي غريب، المباراة ستذاع في تمام الساعة 7 مساء.
هنروح ونشوف القائمة النهائية واللي أعلنها مارتن يول اليوم في مواجهة الانتاج الحربي للدوري المصري لكرة القدم. وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة مكونة من 19 لاعب استعدادا لمواجهة فريق الانتاج الحربي. وجاءت القائمة زي ما هي ظاهرة أمام حضراتكم: في حراسة المرمى شريف إكرامي وأحمد عادل، عبد المنعم ومسعد عوض، وفي خط الدفاع حسام غالي، عبد الله السعيد، حسام عاشور، وليد سليمان، وأحمد فتحي، وسعد الدين سمير، ومؤمن زكريا. ده في خط الهجوم، وعمرو جمال وعمرو السوليه، رامي ربيعه وصبري رحيل، ومالك ايفونا وجون انتوي، ومحمد هاني وحسين السيد ورمضان صبحي. وخرج من القائمه المباراه كل من عماد متعب، صالح جمعه، محمد نجيب، احمد حجازي للاصابه، احمد الشيخ واحمد ربيع الشيخ واحمد حمدي، واخيرا باسم علي. الخبر التالي ايضا من داخل النادي الاهلي ومتعلق باحد اللاعبين المحترفين الجدد، وهو تريزيجيه واللي انتقل بشكل رسمي لنادي اندرلخت البلجيكي. واللي مش متابع الصفقه، كان من المطرد ان تريزيجيه معار الى نادي اندرلخت البلجيكي لمده عام بقيمه 750 الف يورو. وفي حال نادي اندرلخت ان هو عايز تريزيجيه بشكل نهائي، عليه ان يدفع للنادي الاهلي 3,100,000 يورو. اندرلخت بيسدد الدفعه الاولى من صفقه تريزيجيه في الاول من يوليو. وحدد نادي اندرلخت البلجيكي الاول من يوليو المقبل من اجل دفع 1,300,000 يورو للأهلي على أن يدفع 1,000,000 يورو في الأول من يناير المقبل، وهي قيمة صفقة انتقال محمود حسن تريزيجيه من النادي الأهلي للنادي البلجيكي بشكل نهائي بدلا من نظام الإعارة، واللي انتقل به اللاعب من القلعة الحمراء لاندلخت بداية من الموسم الجاري لمدة موسم واحد مقابل 750,000 يورو. وينص العقد الموقع بين الناديين على إرسال اندلخت مبلغ 1,300,000 يورو قبل 30 مايو الجاري لتفعيل العقد بشكل رسمي. هنروح للخبر التالي، ومن المفترض منتخب مصر كان عنده لقاء امام منتخب الكونغو يوم 30/5 الشهر الحالي، ولكن احتمال يتم الغاء هذه المباراه، فبالتالي المنتخب يؤجل استدعاء المحترفين بسبب ازمه وديه الكونغو. واجل الجهاز الفني لمنتخب مصر استدعاء اللاعبين المحترفين في صفوف الفراعنه استعدادا لمباراه تنزانيا يوم 4 يونيو المقبل بسبب غموض مصير وديه الكونغو سواء باقامتها او الغائها. كان من المقرر أن يخطر الجهاز الفني للفراعنة اللاعبين المحترفين باستدعائهم قبل 15 يوما من مباراة الكونغو وفقا للوائح الخاصة أنها ضمن الأجندة الدولية، إلا أن غموض مصير المباراة من الاقتراب من إلغائها أجل استدعائهم وإعلان أسماء المحترفين رسميا. هنروح نشوف اخر اخبار لاعب منتخب مصر الاول والناشئين ولاعب النادي الاهلي، وكان في كلام ان رمضان صبحي مش هيروح مع النادي الاهلي في وديه روما، وايضا كان في بيحاولوا البعض ان هو عدم ينضم لمنتخب الشباب نظرا لضغط المباريات، ولكن رمضان صبحي هينضم يوم الثلاثاء لمنتخب الشباب، والثانويه العامه تهدد مشاركته مع المنتخب الاول امام تنزانيا. وتقرر ان ينضم رمضان صبحي لاعب فريق النادي الاهلي الى معسكر المنتخب المصري للشباب يوم الثلاثاء القادم عقب انتهاء مباراة فريقه أمام الانتاج الحربي بالدوري، وذلك استعدادا للقاء رواندا يوم 22 مايو الجاري في العاصمة الرواندية كيجالي في إطار الدور الثاني للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للشباب واللي هتقام في زامبيا العام المقبل. من جهة أخرى، باتت مشاركة رمضان صبحي مع المنتخب الأول في مباراة تنزانيا والمقرر إقامتها يوم 4 يونيو المقبل مهددة، وذلك لتزامن موعد عودة البعثة من تنزانيا مع بدء امتحانات الثانوية العامة. ونفى عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الناشئين وجود أي تزوير في الأوراق الخاصة برمضان صبحي لاعب الأهلي، وقال: لا يوجد أي مشكلة على الإطلاق، وما تناوله الإعلام عن تزوير في أوراق اللاعب غير صحيح على الإطلاق، الموضوع بسيط للغاية، اللاعب تاريخ ميلاده بالبطاقة الشخصية وجواز السفر وبطاقة اتحاد الكرة يوم 23 يناير 97. المشكلة أن إدارة النادي الأهلي عندما قام بقيد اللاعب في الاتحاد الأفريقي أخطأ في تاريخ ميلاده، وقمنا بإصلاح الخطأ وتغيير تاريخ ميلاده من 7 يناير ل 23 يناير.
هنروح نشوف الخبر التالي ومتعلق بواحدة من بطلات مصر في الإسكواش والمصنفة الأولى على العالم حاليا، وهي نور الشربيني، واللي فازت عفوا ببطولة العالم على الإنجليزية لورا ماسارو بنتيجة 3-2، والبطولة أقيمت في كوالالمبور، وبعد البطولة أصبحت المصنفة الأولى. اتحاد الإسكواش بيكرم نور الشربيني بطلة العالم. وأقام مجلس إدارة اتحاد الإسكواش برئاسة المهندس عصام خليفة حفل تكريم لبطلة منتخب مصر للإسكواش والمصنفة الأولى عالميا نور الشربيني بأحد فنادق القاهرة. حضر حفل التكريم وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، وأيضا أعضاء مجلس إدارة اتحاد اللعبة برئاسة المهندس عصام خليفة. طبعا ده مجهود طويل وما جاش بالصدفة، أكيد تعب ومجهود كبير جدا. يعني بدأت سكواش من عندي 6 سنين، وكان مشوار طويل جدا لحد ما قدرت أوصل للحظة ديت يعني، فأكيد طبعا مبسوطة ويا رب أقدر إن شاء الله أنا أكمل على نفس المستوى. الاتحاد السكواش المصري معانا مهم جدا، وهو على طول حقيقي معانا وبيحاول يوفر لنا كل حاجة احنا عايزينها، وده يعني أهم حاجة نبقى يعني عايزينه، يعني حد بيوفر لنا حاجة. وهم فعلا يعني حابة أشكرهم إن هم على التكريم النهاردة، وإن فعلا ده حاجة بالنسبة لي شرف إن هم يكرموني يعني. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وصلنا مع بعض للأخبار العالمية. وخلاص معظم الدوريات الأوروبية انتهت، وتم التعرف على بطل الدوريات الأوروبية وأيضا على لقب الهداف في كل دوري، والليجا الأسبانية لويس سواريز، واللي أحرز 40 هدف مع برشلونة هذا الموسم يفوز بالحذاء الذهبي أوروبيا للمرة التانية في مشواره. وفاز الأوروغواني لويس سواريز هداف الدوري الأسباني لموسم 2015-2016 بجائزة الحذاء الذهبي، والتي تمنح لأفضل هدافي بطولات الدوري بدول أوروبا للمرة الثانية في مشواره. وسجل سواريز مهاجم برشلونة هذا الموسم 40 هدف في الليجا بفارق 4 أهداف عن الأرجنتيني جونزالو إيغواين مهاجم نابولي، و5 أهداف عن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، واللي كان قد توج بالجائزة الموسم الماضي. يشار إلى أن هذه المرة التي يفوز فيها سواريز بالجائزة هذه كانت المرة الثانية، كانت قبل 2 عامين حينما تقاسمها مع البرتغالي رونالدو، حيث سجل كلاهما حينها 31 هدف. وهستعرض مع حضراتكم قائمة الـ10 هدافين الأوائل في الدوريات الأوروبية. المركز الأول لويس سواريز لاعب برشلونة 40 هدف، المركز الثاني جونزالو إيغواين مهاجم نابولي 36 هدف، المركز الثالث كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد 35 هدف، المركز الرابع جونس كون جالفس مهاجم بنفيكا 32 هدف، المركز الخامس روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ 30 هدف، زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان واللي خلاص رحل عن النادي الباريسي 36 هدف، المركز السابع ليونيل ميسي لاعب برشلونه 26 هدف، اسلام سليماني لاعب سبورتنج لشبونه 26 هدف، وهداف البريمير ليج هاري كين لاعب توتنهام 25 هدف. هنروح نشوف مع حضراتكم، وخلاص المنتخبات الأوروبية استعدادا ليورو 2016 ابتدت تعلن قائمتها استعدادا لهذه البطولة العريقة. وكنا قلنا مع حضراتكم قائمة فرنسا قبل كده، واللي أعلن عنها المدير الفني ديدي ديشام، وأيضا مارك ويلموتس المدير الفني لبلجيكا. النهاردة معنا قائمة أخرى، قائمة الأسود الثلاثة وإعلان قائمة منتخب إنجلترا الأولية استعدادا ليورو 2016. أعلنت اليوم القائمة الأولية لمنتخب الإنجليزي لكرة القدم المشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2016، واللي شهدت العديد من المفاجآت أبرزها استدعاء ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الشاب. وشملت القائمة استدعاء أندروس تاونسند لاعب نيوكاسل يونايتد واللي هبط رسميا إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي. كما شهدت القائمة استبعاد كل من فيل جاجيلكا مدافع إيفرتون وثيو والكوت جناح أرسنال، فيما ضمت جون ستونز مدافع إيفرتون واللي من المرجح أن يكون بديلا للثنائي كريس سمولينج وجاري كاهل.
خلونا مع بعض نروح ونشوف احتفالات مدينة ليستر سيتي بفريقها واللي فاز بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخه. لاعبو ليستر سيتي يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي على حافلة مكشوفة، واحتفل لاعبو ليستر سيتي بلقب كأس الدوري الإنجليزي وذلك بحافلة مكشوفة اليوم. طافت أرجاء مدينة ليستر وسط حضور جماهيري غفير، كانت جماهير المدينة الزرقاء قد اصطفت للاحتفال بنجومها مرتدين قمصان مدون عليها رقم 16 وهو العام واللي شهد تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي، كما ارتدت الجماهير أقنعة عليها صورة مدرب الفريق المخضرم كلاوديو رانيري، وظهر رياض محرز وجيمي فاردي وهم يحملون كأس الدوري فوق ظهر الحافلة بجانب العديد من نجوم الفريق الآخرين. سريعا هاخد حضراتكم لصفحتنا على الفيسبوك واشوف تعليقات حضراتكم بخصوص السؤال واللي طرحناه قبل بداية الحلقة، وهل النادي الأهلي يحتاج حارس مرمى جديد مع بداية الموسم المقبل في ظل وجود ثلاث حراس داخل النادي الأهلي شريف إكرامي ومصعد عوض وأحمد عادل عبد المنعم؟ هنشوف تعليقات حضراتكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك. أول تعليق معانا من روان حسام، أتوقع ممكن في غياب شريف إكرامي الكتير ومصعد عوض لسه خبرته قليلة، أتوقع ممكن. أحمد عمر، نعم، إجابة صريحة. مصطفى فوزي، أكيد. أنا كاكا بيقول يحتاج وأعتقد المهدي سليمان الأقرب. مصطفى مهاب، لا، شريف إكرامي وأحمد عادل كفاية لحراسة عرين الأهلي. حمادة عبده، لا، يا ريت محمد عادل أو قصدك أحمد عادل ياخد فرصة بجد، ده حارس ممتاز. محمد محمود، في حارس اسمه أحمد عادل مظلوم مش عارف ياخد فرصة. دي كانت أبرز تعليقات حضراتكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك. وصلنا سريعا مع حضراتكم وانتهت أخبارنا في حلقتنا النهاردة من إكسترا تايم. استنونا إن شاء الله بعد بكرة وأخبار جديدة وحصريات جديدة. تحياتي وتحيات فريق العمل، تصبحوا على خير.